السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. إن شاء الله نبدأ معكم حل اختبارات الفيزياء. نبدأ معكم اختبارات متنوعة في الأرقام بتاعتها بناء على طلبات زمايلكم. هنبدأ في الفيزياء النهاردة الاختبار رقم 8 في أفكار حلوة وكويسة، وإن شاء الله نحل العشر نماذج اللي موجودين بالتتالي بإذن الله. نبدأ أول مسألة، بيقول الزمن الذي تستغرقه سيارة التي تستغرقه سيارة تتحرك في خط مستقيم بعجلة، أعطيني العجلة، أعطيني العجلة تساوي 2، مش مهم وحدات القياس لأن دي بيانات، التغيير لتغير سرعتها، إذا التغير في السرعة بيساوي 10. خلاص، هو طالب الزمن. طالب الزمن طبعا معروف ان العجلة بيساوي التغير في السرعة على التغير في في الزمن. هو طالب التغير في الزمن، اعمل استبدال بس، يبقى استبدال انزل العجلة في المقام واسيب الدلتا في زي ما هي، يبقى الوقت دلتا تي المطلوبة الزمن نفسه يساوي العشرة اللي هو عطاهالي على العجلة. عطاهالي كام؟ 2، يبقى 10 على 2 فيها 5 ثانية، يبقى الاختيار عندي رقم جيم، يبقى ده رقم 1. نيجي رقم 2، تحرك جسم في خط مستقيم. نقرا المسألة مع بعض. تحرك جسم تحرك جسم في خط مستقيم مسافة دي 1 بيساوي 100 متر، وبسرعة في 1 بيساوي 10 متر على الثانية، ثم تحرك فقطع مسافة تانية 200 متر بسرعة بيساوي 5، فتكون السرعة المتوسطة في داش بيساوي دي 1 زائد دي 2 على تي 1 زائد تي 2. طيب دي انا عندي المسافة موجودة اللي هي 100 و 200 كام؟ 300. ناقصني تي 1 وتي 2، اجيبها منين؟ نبص كده القانون بتاعها. انا عندي اساسا السرعة بتساوي ازاحة على زمن. طب انا عاوز التي 1، اعكس يلا، حط تي مكان الفي، يبقى هنا في 1 وهنا دي 1، يعني يا مستر تبقى 100 على في 1 اللي هي 10، يبقى فيها كام؟ 10 ثواني، 10 ثواني. طيب نفس الكلام تي 2 بقى ساوي دي 2 على في 2. طب تي دي 2 بتساوي 200 على في 2 5، فيها 20 على 5 فيها 40 ثانية، يبقى دي ثانية 10 ودي طب يعني ممكن اعوض بقى هنا فوق على طول. تمام، يبقى نقول تي 1 10 زائد 40 هتساوي في داش هتساوي 300 على 50، كنسل الزيرو مع الزيرو، يبقى تساوي 30 على 5 فيها 6، 6 متر على الثانية. ده الاختيار رقم باء. اختيار رقم باء، مسألة حلوة وفكرتها حلو. خلاص، يبقى دي هنا وديت كانت 5 ثواني. نيجي المسألة اللي فيها علامة متفوقين، علاقة ما بين دي و تي اللي هي زمن بالثواني، يمثل الشكل البياني منحنى ازاحة مع زمن لجسم يتحرك في خط مستقيم خلال 6 ثواني، فإن مقدار ميل الخط المستقيم معروف، ميل الخط المستقيم مقابل على مجاور، يعني 160
على 6، خلاص يبقى 160. دي رقم 3، ثلاثة ميل الخط المستقيم بيساوي مقابل على مجاور. مقابل كام؟ 160 مجاور على 6 فيها 26 وتقريبا حاجة من 100، 26 و16% أو 67%. نبص نتأكد عليها، ده ميل الخط الايه؟ المستقيم. طيب نشوف بقى الإجابات. أكبر من السرعة المتوسطة؟ لا، متساوي. ميل الخط المستقيم اللي احنا طلعناه أكبر من السرعة المتوسطة للجسم؟ طبعا لا، السرعة المتوسطة هي ميل الخط المستقيم، يعني 26 وايه وفكة. أقل منها؟ طبعا دي غلط ودي غلط. أقل من السرعة اللحظية؟ دي اللي صح. اشمعنى يساوي السرعة اللحظية؟ لا طبعا، أقل من السرعة اللحظية. لماذا؟ لأن السرعة اللحظية دايما بتبقى أكبر من السرعة اللحظية عند أي نقطة كده بنعمل مماس، يعني ممكن تزيد مثلا، كان هنا 160، يعني اهو نقطة عند اي نقطة كده نعمل مماس مثلث كده، شو طبيعي فرق الزمن قل خلاص، وهنا ممكن تكون زادت عن 160. المهم السرعة اللحظية بتبقى اكبر من ايه؟ من السرعة المتوسطة، يعني اقل من الخط المستقيم ده، اقل من السرعة اللحظية، لان السرعة اللحظية اكبر عند النقطة الايه؟ الثانية، خلاص عند الثانية، عند الثانية الستة، يعني عند الثانية رقم ايه؟ 6 اللي موجودة في الرسم. يبقى الإجابة عندي هتبقى ايه؟ جيم. الشكل المقابل يوضح ثلاث متجهات ان و ال و كي، واضحين جدا اتجاهات مختلفة خلاص والكميات مختلفة. نبص كده مع بعض، فأي من المعادلات الآتية غير صحيح؟ أولا كي زائد ان لاتنين اتجاهين مختلفين بيساوي صفر، يبقى دي صح بس مش تبعنا خلاص، يبقى دي تبقى غلط مع انها صح. خلاص افهموا الكلمة دي، غلط مع انها صح، انه عايز غير الصحيح. طيب كي، الكي ناقص ناقص ان، ما تنسوش الناقص اللي جوه دي خلاص، يبقى كده المتجهة دي هتساوي 2K، دي صح بس غلط بالنسبة لإجابتنا. الكي بتساوي الان، طبعا بتساويها مقدارا ولكن اتجاها مختلفة، يبقى دي الإجابة اللي صح. هي غلط، إذن هي الإجابة الايه؟ اللي صح، ودي غلط برضو نفس الكلام. رقم 5، يوضح الشكل البيان المقابل منحنى السرعة مع الزمن لجسم فتكون قيمة إزاحته الكلية. بالراحة كده، أنا عاوز الإزاح، يبقى مساحة المثلث اللي عندي ده. طب المثلث ده أجيبه إزاي؟ هقول على طول كده رقم 5، الإزاحة هتساوي مساحة المثلث. طيب يساوي إيه؟ نص القاعدة 4 ناقص 1 يبقى 3 في نص القاعدة في الارتفاع اللي هو 30، كنسل على 2 فال 1 على 2 فال 15، يبقى 3 في 15 بكام؟ 45، يبقى دي الإزاحة المطلوبة متر. إذن الإجابة عندي هتبقى رقم ب. تتحرك سيارة تتحرك سيارة كتلتها 1000 كيلوغرام بسرعة منتظمة. نمسك دايما من رقبتها، كلمة سرعة منتظمة
يبقى على طول الإزاحة أو القوة المحصلة بتساوي صفر. يبقى في لفظين بالنسبة للمقاومة، محصلة المقاومة لو قال الجسم ساكن أو لم يتحرك الصندوق في بعض المسائل أو بسرعة منتظمة، يبقى المحصلة بتساوي إيه؟ صفر على طول. يبقى الإجابة عندي د. رقم 7، الشكل الموضح حاطيني قوتين محصلة بينهم، عندي زاوية فاي والمفروض سيتا بس هو مسماها فاي مش مشكلة. يبقى أنا أقول تان فاي تساوي مقابل على مجاور. مقابل كام؟ اف واي اف واي وهنا اف اكس اف اكس. طيب الاف واي عندي كام؟ الاف واي بيساوي 2 اف اكس على اف اكس اللي موجود. كنسل اف اكس مع الاف اكس، يبقى انا عندي تان فاي هتساوي 2. نشغل يلا عشان الفاي نجيبها، هنعمل شيفت تان 2 هتطلع لي الزاوية 63 43. يبقى دي الإجابة اللي عندي اللي هي رقم ايه؟ د. المسألة اللي بعديها يدعى متسابق أنه يستطيع تعجيل، يعني شغل السرعة بالعجلة. خلاص يبقى تشغيل بالعجلة تعجيل سيارته من السكون، يعني في اي بتساوي زيرو وفي اف بتساوي 180 اضربها في 1000 على 60 في 60. في ناس بتضرب في 5 على 18 مفيش مشكلة، نختصر الصفرين والصفرين. المهم الفي اف بالآلة هتطلع لي 50 متر على الثانية خلال زمن قدره الطايم بيساوي 4، فإنه يتوقع أن يقطع مسافة بتساوي 30 متر خلال زمن. عايز الزمن بقى نجيبه، نجيبه ازاي؟ يبقى الوقت هنا نمشي خطوة خطوة. البيانات اللي اعطاها لي هنبدأ نقول له بما أن العجلة تساوي في اف ناقص في اي على تي. خلاص يبقى في الحالة ديت العجلة بتساوي في اف 50 ناقص زيرو على الزمن 4، يبقى فيها 12.5 متر على الثانية تربيع. طيب نبدأ بقى نعوض في المعادلة التانية، من المعادلة التانية عشان نجيب الزمن. المعادلة الثانية أنا عندي دي بتساوي في اي تي زائد نص اي تي تربيع. كنسل الفي اي تي، هنا المسافة 30 خلاص هتساوي نص مضروبة في العجلة لسه مطلعينها 12.5 تي تربيع. بالآلة الحاسبة تطلع 2.19 من 100 ثانية. دي بالنسبة للنتيجة النهائية، نجربها مع بعض كده ونشوف الناتج. رقم 9، سيارتان A و B تتحركان في خط مستقيم بحيث تتغير سرعته A من 12 ل 18 خلال زمن 3، بينما تتغير سرعته من B إلى A من B من 10 ل 25 خلال زمن 10 ثوان، فأي العبارات الآتية صحيح؟ طبعا هنجيب الإزاحة في الحالتين، هنلاقي الإزاحة في بي هتكون أكبر في خلال 10 ثواني، هتكون أكبر من الإزاحة بالنسبة لإيه بالبيانات اللي هو إيه عطال عندي عشان طول الفيديو. نيجي المسألة المهمة جدا وحسن الختام، إن هو بيديني متجهتين A و B،
حاصل الضرب القياسي لكل منهما بيساوي 60، خلاص. ومقدار حاصل الضرب الاتجاهي له كذا. نمشي خطوة خطوة كده مع بعض. حاصل الضرب القياسي يساوي AB كوزاين سيتا، ده كوزاين 60. طيب ال A كروس B الاتجاهي يساوي ال AB ساين 20 جذر 3، خلاص. فإن الزاوية المحصورة بين المتجهتين، أولا أنا عاوز أقول فكرة إن الساين على الكوزاين بتدي تان، كوزاين سيتا وهنا سيتا بتديني تان سيتا، وده اللي احنا عاوزينه، خلاص. يعني هنقسم دي المعادلة واحد، وهنا ايه؟ اتنين. هنقول بقسمة اتنين على واحد، يبقى دلوقتي هتساوي 20 جذر 3 على 60، هتديني تان سيتا. على اتنين الصفر الصفر، وهتنفع الواحد على اتنين في التلاتة، يبقى جذر تكعيب جذر 3، جذر التربيع بتاع 3 على 3. طب انا اجيب السيتا ازاي؟ انا هقول شيفت تان جذر 3 على 3، نشوف الناتج هيطلع لي كام. يطلع لي الزاوية رقم كام؟ 30. الزاوية رقم 30. نحل المسألة الأخيرة ديت، لأن فكرتها حلوة وسهلة، ممكن تيجي ويقوم حاطط لي اختيارات او يجيبها لي من المقال. نعود نفسنا بس الايه التخير حاليا، يبقى رقم 11. وحسن الختام ان شاء الله مع بعض النهاردة. طبعا دي بتشبه التانية، دي بتساوي في اي تي زائد نص ايه تي تربي، تمام. طب هو عطني ايه؟ ان الدي بتساوي هنا مفيش، هنا عامل لي اتنين تي تربيع، يبقى الطرف ده متساوي. استفيد منه بحاجة؟ انا عندي نص ايه تي تربيع هيساوي اتنين تي تربيع، كنسل التي تربيع مع التي تربيع، يبقى العجلة هتطلع كام؟ 4. طب هو عاوز العجلة؟ لا طبعا. هو عاوز مين؟ احسب سرعته بعد 5 ثواني. يعني ايه يا استاذ؟ هو عاوز الفي اف. انا عندي في اي بيساوي زيرو، العجلة بتساوي 4، الزمن 5 ثواني، يبقى من المعادلة الاولى على طول في اف بيساوي في اي زائد اي تي، كنسل دي خالص، يبقى تساوي العجلة بكام؟ ب4 اضربها في 5، يبقى بتساوي كام؟ 20 متر على ايه؟ الثانية. وده اخر حاجة في حلقة النهاردة. ما تنسوش الاشتراك معانا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم، نضغط على الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله، ونشارك الفيديوهات مع زمايلنا، نزود اللايكات بإذن الله. مستر مصطفى رجب يحييكم، مدينة دمياط الجديدة. منتظرونا يوميا أولى ثانوي ان شاء الله، فيزياء كيمياء احياء، حلقات متتالية ورا بعض ان شاء الله، عشان نلحق نحل الاختبارات اللي موجودة. ما يشترطش التتابع بالمناسبة، يعني أنا الأحياء بدأت النهاردة الاختبار الأول، الفيزياء اختبرت الثامن، الكيمياء نشوف نختار أي حاجة يكون عندكم بكرة إن شاء الله. مستر مصطفى رجب يحييكم، مدينة دمياط الجديدة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.